يشتغل يا علينا، ما يشتغل يا علينا، على الزينة وحتى الزينة، على الزينة وحتى الزينة، الما ودو غالي علينا، الما ودو غالي علينا، على الزينة وحتى الزينة، على الزينة وحتى الزينة، على التغيير اللي بغينا، على التغيير اللي بغينا، الجماهير تقول، الجماهير تقول، الجماهير تقول، الجماهير تقول، والحل الوحيد من كل الحلول، اسمع الولاد الشعب، اسمع البنات الشعب، تغيير الدستور، تحرير القضاء، تحرير الإعلام، إسقاط النظام، إسقاط النظام، اسمع الصوت الشعب، اسمع الصوت الشعب، اسمع الولاد الشعب، اسمع الولاد الشعب. ما تقولش ليا الحسكات حنا كنبانو محشرين بحال هاد، هما راه عندهم انجينيور دو صون، كتبان ليا مفركس ماشي بحال العاده. صرا هاد السمني اليوم عرض على المدام ما فيها يدوز للدار يلبس. حرقني انت حرقني. مشينا مشينا. يلا سير. مشاهدينا الكرام، رياح الربيع العربي لا زالت تهب على ارض المغرب، اليوم حنا في قلب مدينه الدار البيضاء. ضربة كتسمع والو. شوف اولدي شوف. انت حسك البارح انا مريح مع المدام. شي وجا واحد الميساج. شي حمار صيفط لها شي ميساج خاسر خسر الهضره يا تفاعله يا تسالك اجي تخرج يلا نبداو واخا واحد جوج ثلاثه مشاهدينا الكرام رياح الربيع العربي لا زالت تهب على ارض اسمح لي اجي يا ولدي اسمك ها اسمك سميتي علي الشر هكاك مساحه فوكر واخا بلاص حاشاك اخويا واحد خير صافي 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 ما كنبانش شعري مفشكل كان مزيان لا لا مزيان اعزائي المشاهدين رياح الربيع العربي لا زالت تهب على ارض المغرب اليوم احنا كنتواجدوا في قلب مدينه الدار البيضاء بؤره من بؤر الاحتجاج هنا في العمل الله يلقى لك البروش وبراش كيلو حسن أعزائي المشاهدين رياح الربيع العربي لا زالت تهب على أرض المغرب اليوم حنا كنتواجدوا في قلب مدينة الدار البيضاء العظمى كيف ما كتشوفوا بؤرة من بؤر الاحتجاج وانتي شنو نظرك في هذه المطالب العادلة ديال الشباب؟ ها؟ زعما هاد الشباب هادو تيحتجوا في نظرك على الحكومة على النظام شنو باغين بالضبط؟ باغين حقوقهم باغين يخدموا ماشي ضد الحكومة باغين حقهم باغين يخدموا رانا تخدم نور خدم نور ما تقطعش انت ما تقطعش ما تقولش هي ما تقطعش انا راه كنعرف خدمتي احسن منك ما علفتوهم ولا تزعزوعتوهم شوف اولدي حنا مشينا نشوفوا ولادنا والمستقبل ديالهم ولادكم خدمتو انا بغيت نمشيو سامبلومون لا 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 ديالكم ولا لا والحل الوحيد من كل الحلول هي 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 هذا بغى يخرج علينا سولتيني خليني انا نهضر الله يرحم الوالدين كنضيعوا الوقت مع هاد الاوباش بغينا المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والعيش للمواطن تفو على نحس احترم الاذان صاحبي واش انت ماشي مسلم راه ما كنهضرش هكا على النحس ديالنا حنا غف عليا الحس كشكون الله يرحمك كدري كدري هذاك الشيء بان ايه علاش باغي تصور هاد الجثة؟ عرفت فين شي فوا صورو صورو او على غصور صور صور اصاحبي من مسار الاذان شو 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 جلي دي شو شو عرفت فين كان غارق علي شحال الساعة؟ شريف شوف هنا يا ما مسوق قبل لي شوف هنا شريف شوف هنا اسمع عندي اوف شي شكل هاد بنادم الشغل اول حاجة الشغل ثاني حاجة كوبي كوبي الجمهور ديال المكان اصاحبي خيش بيش ما عندهم ما يدقع الله يرحم باك الا ما جي نجربوا مع داك اللي في شي شكل هو واحد هو لقيته يلاه تبعني تبعني خاصنا نشدوه ما نسكروش هذا هو اللي غيعطيني اجي نسولك اجي انا رفيت لي شايفك وما عقلتش واش كنتي معلم شاعر حمراء انا كنت لا ما بقيتش عقلت ما خرجت نشري لولدي الروايه نشري لمرتي النوار لا ما عقلتش
الكاميرا من احنا كنسمعوا لك ما تحشمش. لا انا كنت خدام في الضو وخرج نشري الروايل وشي حاجه طرات كان لي درامو شي حاجه صعيبه انا تعطلت خاصني نمشي. لا 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 شنو طرا شنو وقع بالضبط؟ صافي 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 تفرق معايا وانت تفرق معايا سرك والله لا سرك هو اللي يسرق فيكم بالورق راني نحس كنت باغي تسلس من الصباح انا نسلت انا علي اجمع الماتريال اصاحبي شنو نهضروا معاك انا نسلت الصباح انا نسلت انا نسلت اسمعني اسمعني اش نسمع اش نسمع اسمعني بصح حنا كنضيعوا الوقت على سجي مزيان اللي كنعرفوا سجي مزيان عرفوا علي حتى الغموريه واش استوم وحنا خصنا الغموريه فين غنلقاو الغموريه دابا خلينا من الهضره خاويه ديالك فين هو دابا فين مشى فين علي ما تضيعش الصباح هو توترنا راه جيت فوق ما هو تودر عاوتاني اسمح لي ابو الحسك عليك بويضا راك تقلق وصافي كدير في بالك والو الله يهديك حتى نتايا انا راه كاع ما كنت معاك هذيك الساعه كاع ولكن هذاك الشيء باني راه ماشي كنت كنخرب راه فريمون ما عاد فين شفتو شتي كنت معناه كنا غنطلعوا سي جي حسن من هذا الميكرو التروطوار ديال التخربيق اللي خدامين فيه من الصباح انا كيقولوا لي جيب سونور ديال دقيقه كندي ليهم ما كنصدع راسي ما والو ما كاينلاش فين الطوموبيل كنت لك تيصايب وانت راك ولد كازا زعما تون كازا شكون اللي باقي مخلي لي في العقل داك الميساج راه كنتفكرو كيبرز دير غنوريه لك انا خويا علاش قرا قرا هذا ميساج يصيفطو واحد المراه شو السبان يا ديما عند البوليس يربيه تا هذا نظر قول لي ومرات كاش بينو وبين تخيلها كان خدام معاه شي مره وصافي يخدم معاه ويدير لها هادشي وانت كتشوف اش دارت لي شدات لي دارت لي والو راه كنقول لك بنادم باغي بانت لي مرا زوينه صيفط لها ميساج خايب وصافي الطوموبيل راه كاينه ليه اجي بعدا كيفاش اش دارت لي اش غتكون دارت لي كاع علي اصاحب اش كدير اش كدير عا كنصور شي حاجه تقدر تنفعها في المونتاج اش كتصور اصاحبي حيد الكاميرا Mais égyptienne laisse elle faire pour empêcher les gens de la révolte place هضر والله كيقطعوا هنايا اجي ما نديروش عليه شي سوجي حتى هو خلينا من السوجي اش دري حال لا حول ولا قوه هو مشات هو اماحي ولا مغربي كنسكرش كنسكرش شنو هي هادي جبت لي خويا تسلطي على السلام انا نهضر مع السيده وما كنت فين درتي في الطوموبيله اش بغيتي عفوا انا عاود لقيتو ليكم شريف ماشي كاميرا اوكي سجلت Thank you.
صافي سي بون الكاميرا موقع لها والو. انا شديته قول ما خدامش معاك عاوتاني. لا قاضي غرض معنا انت. اجي اجي شوف شوف بلا ما تشي حفله الله يرحم باك. غنسولوك جوج الاسئله وغادي تمشي بحال غنوصلوك اسيدي حتى العين السبع ياك تما فين كتسكن ياك في بلاصه الراحه. كاميرا موقع فيها والو؟ لا شوف موقع والو. انت شوف وما تفاكش معاهم. انتما بغيتو تضيعوه والو ما يتفاك معاكم تتعطيو الكره. وانت سير قضي حاجه لراسك الله يرحم باك. وشوف ها حيت توما التلفازه تعداو على البصر تاكلو. وسير قضي حاجه لراسك بقى تابعنا حنايا. صافي صافي اش داكشي اللي في يدي؟ بورطابل. اه تليفون لاسلكي ماشي بحال ديال الدار. هذاك التليفون كديرو في الجيب. تيشبه الترانسميسيون. صافي يلا يلا يلا. نعم سيدي شي حاجه اخرى؟ شوف انا تنقول على الحق. وسير شري عبد الحق سير ديال الدويره سير. اللهم انا قول الرباط. اللهم انا منكر. غنصوره با ياك. Il y a ce jeu. Le suicide du jeune homme, un vendeur ambulant de 26 ans, a enflammé le monde arabe. C'est après s'être vu refuser la Les colères manifestations éclatent dans l'est du pays. Sur les soulèvements populaires tunisiens et égyptiens, les Libyens réclament. Comment les Facebook sont-ils en train de se faire? Oui, récupérez le micro, Rachid. Toi, Khaja. Récupérez-vous, moi, je suis sans. Je sais pas. عندك 130 درهم. خلي ابو حنا اللي عارضين. خويا علي. زوم زوم على الفلوس ديال محمد خامس. خلي الديسكو زيان خلي خلي. عرفت اش كانوا كيقولوا هذوك الاول؟ احيدوه احيدوه. صار هما يطاروا عليهم الخوت. خاصنا نمشيو عند شي سيكليست قبل ما نرجع عند ولدي. سمعتوه؟ الله يرضي عليك يا ولدي. تنسول على شي روايه سوار هذيك الله يرحم والدي. ها لا با اخليك هذوك فلوس راه عندك بريمي حتى واحد ما يقبلهم. دابا با بصحتك بالرويده. دابا انت فرحان نقدروا نصوروا معاك. كندير رويده لولدي ويحل الله. عرفتي تنعرف واحد السيد في المدينه القديمه يقدر يكون عنده لادريسه ديال ولادي. سنين وسد خويا تنقلب على الدار رقم 7 شي تشوي على اليسار راه تلقى إلى هنا لا مكاين شعر. واش أخويا شك ضيق مالك؟ خاصك شي لعيبة؟ ها؟ كيفاش؟ قد فاني ولا حشيش بشي بحال هذي خاص شي عاجل لا؟ مالك؟ أي 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 كتصور
على هاد الجيل فوقو واخا الله يرحم والديك. الله يخليك تنسقسي على حورية. لا سيدي ما كاين حتى شي وحدة سميتها حورية. لا راه كانت هنا واحد السيدة سميتها حورية ساكنة هي ولوليدها. حورية؟ اه. في 81 ملي داو ليها راجلها باعت دارها ومشات. ما عرفتيش فين ساكنة؟ لا سيدي ما عرف. سمحي لي. لا سمحي لي. أنت فاطمة ياك؟ عقلت عليك. خليتك مازال صغيرة إيه. ايه انا ورج الحبل انا ورج الحبل ايه انا راه ورج الحورية والله يهديك ابا عيطيني لقيتك كل شيء انا راه ورج الحورية القاو لدريس لقيت لدريس ورج الحورية ولا صافي 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 نديرو شي بلاصه زوينه ونسجل لك شي سونور واخا عاودي كاع داكشي اللي وقع لك دال القوله دي ويحل الله على هذا المطلب تاع نظام تغيير من الداخل ويتم الاستجابه لهذا يعني على هذا الطلب تحديدا ملكيه انت صوبوا المكان تخيل ضيفك عبر الهاتف اولا تجيب الحكومه الليبيه الى المطالبات الخاصه بضمان سي احمد صاحبي كان معايا المسجد هذا هو الدروكلي ديالو عرفتي سي احمد كان في المسيره هذا هو الدروكلي ديالو سي احمد كنت مشيت انا وياه ما عرفتش راه باقي هو هذا بسم الله الرحمن الرحيم سي احمد سي احمد وقفي سي احمد شافوا ايطاي راه هو راه شافك وسكت ليه القلب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أسدي حيد عليا ديك الكاميرا من هنا ممنوع التصوير شكون فيكم اللي جا مع داك السيد مول دروكري سي أحمد صاحبي أنت اللي جيتي معاه سدي البركة في راسك ما يمكنش سي أحمد لا ما يمكنش لا ما يمكنش لا 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 ولاد العشاء والدراري والمراه لا ما لا ما يمكنش لا الله يرحم باك الى مركب معانا
هادشي. وتاجي نكملوا معاك اصاحبي، ما صورنا والو. سلوك فيما بغيتي، جاك الجوع كنوكلوك توسختي غندوق الحم. يلاه يلاه وعلي. نعم الشيف. كتعرف تبدل الحجر ديال الميكروشيف؟ بيان سيغ. يلاه اطلق راسك وحط هذيك الشقفه. شوف هنا هنا تبان لك يدي هنا فين تشوف. يلاه دابا عرفنا براسك، قول لنا شكون انت. انا من مواليد الدار البيضاء، جيت سنه 1950، مجوج وعندي أربعة دراري. كانوا كيسميوني في الدرب الزهواني، في الحالة المدنية كانوا تيقولوا لي ح... أنا ما عقلش على سميتي. أنا ماتريكي 404. ولدي ما كانش كيقرا مزيان، قلت ليه إلا نجحتي غادي نشري لك بيكالا جديدة. بقات المسكين باش ينجح، وهو ينجح. ملي نجح شريت ليه بيكالا زوينه، ولكن ما كانش كيعرف يركب عليها، كان ديما طايح، ديما مخبوط مع الارض. وانا نفكر نشري ليه هذا الرويد. باش يوقف على رجليه. ملي خرج داك النهار كان كلشي ساد. كان لي ضراب. واحد في السطح. ضربني بالتصويره وهم يجيو خشوني في الخنشه وهم يغبروني. اش كترقع على لطفي دخينا؟ راه كيضحك علينا ونبقاو تابعين هذا. لا خاف عليا من تابع. واش حنا مشوا؟ حنا رجعنا ندو معنا والو وما ندو معنا حتى شي حاجه مزيانه. شوف انا رايت من هذه الخدمه ديال عام تبارك الله. سيدي الله بدا انت غادي تقلع فيه. فرقوا معايا وخليني نمشي نقلب على مرتي ولادي. قلت لك خليني نمشي نقلب على مرتي ولادي. يا شوفي انا راه طلع لي الدم من هذه الخدمه ديال عام. وانت فيما تقول لي هذا عريبان، شكون هذا عريبان؟ تبعني تبعني اخي. غير تبعك فين؟ قلت لك نصوروا. او صور ولا ما تصورش؟ انا ما غاديش نصور. انت شنو بغيتي؟ احنا في زقنا في زق ولا بعد شغلك هذاك. شاف نتبع الشاف انت اللي بغى. لا ما تتبعوش والله. انا بالي سجي مزيان. انا سجي انت سبب لي في التعصب كامل. كون كاع ما جريني عليه كاع هو ما يعصبكش. هذا خدمه واحد حماق صاحبي، وحنا جالسين كنصدعوا في روسنا مع الاخوه الخاوي. الله تبعوا. انا نهضر معاه باش فيك حتى تشوفها. اجي. واش شريف؟ واه 404 دابا 404 وقفتي. واش حفتي لنا معاك تابعينك مقرطح لنا؟ تفرق معايا خليني نمشي. خلينا نكملوا معاك الانترفيو بعدا. لا انا تنعاود لك وانت تهضر. وانت ما قلتي لنا سميتك لا والو. قولي 81. ما عقلتش على سميتي. علاش عاقل على 404؟ هي علاش عاقل؟ هو الماتريكيل ديالي. يلا معنا يلا. لا لا خليني نمشي. فين غتمشي دابا؟ فين غتمشي؟ غادي نمشي نقلب على مرتي ولادي. حنا نديك وقلب على مرتك ولادي. حتى هذوك الاولين راه داوني وغبروني 30 عام. داروا لي الضو وتكرفسوا عليا. لا حنا ما غنتكرفسوا عليك، ما نديرو لك ضومه والو. يلا معنا. لا لا خليني. ما تكونش معكس. يلا معنا. خليني نمشي الله يخليك. غنمشي على رجليك. حنا عندنا الطوموبيل. وخمم اصاحبي وخمم وانت هاز معك تقول من الفوق. يلا يلا. وغادي تعاوني نقلب على ولادي. غادي نعاونوك تقلب على ولدك وعلى مرتك وعلى كل شيء. ما تعصبش لينا انت. صافي جلس هنا. شوف با حسكا داك اللي زانترفيو التخربيق ديال والو ما بقى عندنا ما نديرو به. غنتبعو هاد السوجي تنشوفو فين غيوصلنا. وتا واحد ما يبقى يهضر معايا الله يرحم والدي. فين غنمشيو؟ راه اللي غنبان في الاخر في الكادر، انا اللي غنبان. غيقولوا داك يخرمز ولا خدام. وحنا فين غنمشيو دابا؟ غنتبعوه. القتل نسبيا في اليمن لكنه ارتفع بقوه في ليبيا، بينما مسلسل الدم ما زال مستمرا في سوريا. والثانية بعد أربعة أيام في ليبيا، حين اندلعت الثورة السورية بعد 34 يوما من سقوط مبارك. مالهم على البوليس؟ ورا داك الاس ام اس ديال داك خينا كيسب ليه مراته. اش وراه؟ ورا اس ام اس في السبان. شنو هو يسيلو؟ هي رساله في الايوان. هروبا بعد 24 عاما من بلده وزملائه الغربيين بان المملكه المغربيه شهدت بالفعل تبدل على الاستقرار العام. ولعل الحقيقه هنا كانت عندي واحد الكارسون هنا ما في خبر حتى واحد. انت بخبيص كبا. ما بقيش عقلت على 18
ماشي مشكل ندقوا عليهم كاملين تنعرفوا فين كنتي. يلا انا كان فيا فيس واحد عزازين عليا العيالات ومرتي ملي كتعيق بيا مصاحب مع شي وحده اخرى كانت تدير عين ميكا. سمحنا شريف كتعرف هاد السيد هذا الباز ياك كتسمع على ويكيليكس واحد التيريكس غادي يقرا عليكم سيفطوه من لاباساد ديال امريكا كيقول هذا بغا يخرج علينا خلي السيد يعبر انت شي عبر فين يعبر شكون ما تصفر شكون انت راه الكاميرا اللي عندك شوف البلاد اللي عايشين فيها راه كلها شفاره انت كنعرفك انت فين كتعرفو انت بوليسي ياك اش من بوليسي اجا با جاج اجا جاج راه ما كاينناش صافي سلامة شريف صافي سلامة اش من سلامة علي بركه من الصلاه واش كنلعبو هنا ما ديرش في بالك غلقهم شنو قلتي لي؟ غادي نتعاونوا مع تلقى العائله ديالو عندي واحد صاحبي في الداخليه لا هو غيكونوا هذوك صحاب الاضراب ديال 81 اشوف انا ماشي شغل واش فرصك بلي راك خدام على البوليس وما كانش في بالي وبقى فيا الحال قبل انا كنشكي على بوليسي سانطا بيضاء
نقول لي مرتي صيفط لها واحد ميساج وكيسبان فرش خون ديك لاري. خديتي شي غراض؟ عرفتي اش قال لي الكونتاكت ديالي؟ هذوك الناس ديال الاضراب ديال 81 راه كاع خرجوهم 10 سنين هاتي. دابا في نظرك هذا مين خرج؟ طاح من السما؟ ما نعرف ليه انا، عارفه منين طاح. عاوتاني دخلينا خلي يسقنا. الثورة التونسية كانت الأقل دم. ما تقطعش القرآن أصاحبي. علاش؟ قول الله ما خصوش يتقطع. إيه علاش؟ علاش 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 علاش؟ ملي يكون القرآن كيتقرا كيخصك تسمع باش تستافد. عندك الحق في هذه القضية صراحة عندك الحق. وكي القديم باش تفهمني انا من شحال هادي حتى اماميت كتجيك مره مره وهاد الناحيه ديال اش زينه في الطير منا غير في القران حقا ما غاش اصبحوني انا خصني نوقف صدق الله العظيم عيالات كلهم مشاكل. عمرك ما تزوجتي؟ صافي يلا يلا سلام. فريع ديال والو ما كاش واقع. ما دام الله يهديها. قالت لي خينا اللي صيفط لها ميساج يقدر يتلقى لها في الزنقه يشرط لها وجهها ولا يخوي عليها المقاطع. بارانويا ديال العيالات. اسمح لي عندها الحق. هي اللي عارفه اش كاين. كيفاش عندها الحق وهي اللي عارفه؟ الله اعلم. علاش كنت كتصور في هاد التخربيق هادي؟ الله يستر. لا 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 ما خصوش يموت. ولاد الرساعة والدراري والمراة لا ما 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 نمشي لا لا ما ما خصني نشوفوه. اش كندير معاه؟ اتلاق معاه صاحبي. اتلاق معاه اتلاق معاه. مالو مالو الا ما كانش انا نهضر قبيله على لي فامي ومراتي على من الله فاش فكرنا. دوماج ما خلاش يسق لي لا شيف. زي عندك عتق غير انتحر. انا في الجلو اللي كنت صغير صاحبي اضرب ايه ما وريت فوقك انت جاي هاك 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 ام في السديان قلت العوم من الخرس شوف والله يعطيك معاك اوف 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 وهذا برد اوف صورتو كلشي صورتي صورت الشاف مزيان غير هو غيكون شويه ديال الفلو اوف ماشي مشكل حتى هاد اللقطه ديال الانتحار دفعنا مزيان في السوجي اوف ولكن بلاتي يا قال لكم هو ما كانش ناوي ينتحر ماشي مشكل البوبليك ما يفهمش واش غينتحر ولا غيعوم ولا واخا مشاكل ما كان واه سخسيخه المكانة مشات سمعني أبو مزيان دابا الكاميرا شادة عليك بوحدك قول داكشي اللي في خاطرك كامل أي حاجة في نفسك قولها
اللي حليت عينيا لقيت راسي مع شي ناس وسط واحد لابيسين خاوي، حتى واحد فينا ما قدر يطلع منه. داك النهار كان الشمس حارة، قتلنا العطش، ومرة مرة كيجي واحد مرده وكيرش عندنا الماء بالتيو. اللي كان لابس الصباط هو اللي كيقدر يشرب، تيعمر الصباط بالماء وكيشرب. شحال من واحد فينا كان لابس غير حوايج الناس، شحال من واحد فينا لابس غير الكيرو، وشحال فينا سخن. ما عرفت حتى انا وقيل سخفت ولا مت. التلفازة، شوف اخويا خلينا مستورين. تسكتي لامك، باغي نبان في تلفازتي. وانت ما كتكتب تقرصون نقي وكتكذب على الناس تقول لهم عندي تلفازة. وين الشاب، شنو رايك في الربيع العربي وحركة 20 فبراير والاحتجاجات اللي كاينه دابا؟ خاش نقول لك، واو في الحقيقة بغيت نقول لك زعما شوف اخويا بنادم غا طلق هاد السرح، راه ما كاين والو فهمتيني، وتهما يلا كيبغيو يديروا شي حاجه حتى كيوقف عليهم بوليس. نقول لك حاجه اخرى، شتي هاد البلاد تاع البياضق لي فيكتيم وخروط وقمله وهامج، النص تاع الناس بوليس والنص الاخر شوف ما تاع قشره ما طاري والو. الهده تسكتي امك باغيه تخرجي علينا. شوف عاش الملك، عاش الملك واللي بقى كلشي قواد. حتىش هاد الاسلوب اللي كدوي بيه راه ما غيدوزوش لك في التلفازه. لا اسلوب وما غيدوزوش، لا غيدوزوش وماشي اسلوب. هاكا تقاد الحجر بوكلاخ، وبوكلاخ راه غيدوزوش وما غيدوش. هاتي غتشوفي غيدوزوش ما غيدوش، لا غيدوش ما غيدوش، لا غيدوش ما غيدوش، لا غيدوش. يلا بو يلا بو نجيبك شي دقاد وراك البواسطه. هذا المأزق هو مأزق كبير، معنى هذا قرارات غير شعبية. مصري إن السلطات واثقة تماما من الحصول على أغلبية مؤيدة. مازال ما لقيتوش شي خبر على ولادي. أنا غادي نعيط لهذاك صاحبي يعطيني راس خايف. هاد الحس كان 75 وبلا ما تقول الله ربنا كنعرفو. الشيخ يجيك مليح. غنمشيو نسولو دوك صحاب الإنصاف والمصالحة، ضروري نلقاو عندهم راس خايف. منك نشد السيد غير رجعوا نسجلوا معه. اش قلت لك حسكه؟ قلت لك راه فايت شيفو. عرفتي فين شيفو؟ هو راه معلق في التصويره كانت عندنا في الدار القديمه في عين السبع في الطواريخ. ويلي والله انت في الصباح كنقول لكم راه سيجو عليكم مزيان، سيجو مخيل هذا صاحبي. والله انت تكيفخت.
ما تقراش. الله بحالك. يلا نعم سيدي. كنسول على مول هاد القهوة السيد طيب. السيد طيب الله يرحمه شحال هذا؟ الله يرحمه مشكل. أنا ولو أنا هو مول القهوة دابا. أنا راه صاحبي الوالي. أقول من الصباح تفضل. نتوما من الصباح نتوما كدورو معاه كتعقل على صحاب الوالي. اييه كانوا كلهم كيجلسوا في ديك القنيته ليه. كتعقل على السي فلجة؟ لا. السي حمد تا هو ما عرفتوش. ورشيد دخان؟ الله يودي كاين شي واحد ما كيعرفش رشيد دخان. رشيد دخان كان جورناليست معروف وكيكتب مزيان. هذا الجورنال ديالو هو يقلب الفيستا. ها هو ني الجورنال ديالو. اسمح لي اخي ناخذو. هاكا ترقع على لطفي. جورنال مزيان وكيتمشى وفيه احسن شبكه. رشيد دخان راه صاحبي. واش نقدروا نمشيو نشوفوه؟ نمشيو علاش كذا؟ راه كاين نيت لادريس هنايا. ها هي لادريس. وقال واش وقال لي اسمحي لي صحابني مراتي. ماشي مشكلة سيدي كاميراتي غنزلها تجي. ما تقلقيش من وجهي. دير في بالك والو مرتك غنلقاها ان شاء الله. ولكن انت زيد من راسك مرتك راه كبرات بقاش عندها 30 عام. حسكا بركة من تلصاق حمر راس غير عليك. والله الا بنادم داخس. تنفيذيا يقف الملك ارفع على رئيس الحكومه وهو ايضا راس سلطه التشريع. انا لقيته هو البيرو ديال رشيد دخان. تحيد من تما صاحبي. حيد حيد ما تشوفوش من بانو في التلفازه. التحيد معيزو حيد. بغينا نبانو في التلفازه. وصل لداركم وبان. بغينا نبانو في التلفازه الوليد. الوليد؟ تكبر مني تقول لي الوليد. بغينا نبانو في دوزيام. باغي تبان؟ وبلاتي. نديرو بعدا علاش ما تبان. حسكا بلا ما تضارب معاه. اريح حسكا اريح هو غيمشي في حالو. راسي كبر منك. شوي عليك. ريح شوي عليك. با ما تخافش حدي حدي مع الكاميرا. تريح اريح حسكا ورينا الكاميرا. باغي تضارب انت مع راسك. انا وياك. انا وياك. غادي تسير بحال. اطلق مني بحال. أطلق؟ والو 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 باش تخدم؟ لا كاين عليك اش كدير؟ ها؟ والو الشام قلنا زعما غير ناخذ شي تصاوريت بقاو سوفينير وصافي كتسلى على الراجل قد باك حشمتيش يلا صرت تصوف شي دخان بزاف واش هذا انت؟ اييه ماتريكول 404
صحابك كنتي 30 عام هادي مت، ولكن دابا رجعت باش نقلب على مرتي وولادي. جلس جلس. كيبان ليا فيك مريض. تا هو انت ما تبدلت فيك والو. وانت تبدلتي بزاف. قالوا لي قلبتي الفيستا. شكون هادو؟ شكون هادو؟ اش كديروا هنا؟ الناس ديال الصحافه جينا مع السيد وشرف كبير اننا نصوروا معك. غتخرجوا عليا كلكم. غير جوج دقائق من دابا غتخرجوا فحالكم. واخا واخا خرجوا عليا صافي. خرج فحال. واخا واخا خليك. خرج فحال. طيح الكام شويه. صافي خرج فحال. صافي. عندك شي خبر على مرتي وولادي؟ ولدك ولا شامبيون ديال السيكليزم ولا معروف غادي تلقاه بسهوله. شوف لا ديريكسيون سبورتيف قولوا لينا. الو وي الله يرضى عليك. شوفي لي الرباح اللي قال لي واحد الادريسه ولا التليفون ديال الحكيم. شكرا. هاو ما غادي نشوف. ما جاوبتينيش بصح قلبتي الفيستا. خل شكرا شكرا. عييت ما نناضلو وعييت ما نتقاتل وفي الاخر لقيت راسي فوس نوت. انا ما جيت نحاسبك ما والو. انا بغيت نعرف غير فين مشى رشيد الدخوان. فين مشى النضال والتقدم وداك الشيء تاع ماركس؟ انت تشديتي في اضرابات ديال 81 يعني. ايه انا تشديت في الاضراب تاع 81 ومن بعد عرفتي علاش ديك القيامه كلها ناضت؟ لان زادوا في السكر 50% وفي الدقيق 40% وفي الزبده 74%. بانت لك شي افكار ثوريه في هاد الفاكتوره. راه الكرش الكرش هي اللي كدير الثوره. دابا كتجمل عليا حيت شديتي في الحبس. فهم شويه سيدي. انا ما غادي كنديرش في الادريسه تاع ولادي. الادريسه سيدي تبقى عند البوليس. ما كاين عند البوليس لا عند والو. كاين عند السيد كيموت. ها التليفون كيسول. خرجوا جاوب جاوب. شوف الادريسه تاع ولادي. ما نعشت انا سيدي. خرج لينا برا. انا غادي شوف التليفون تا ولاد. انا شجلت هنا قلت ليه شاف الا كان عليه يجاو في التليفون علاش تا ما يجاوش عليا في التليفون؟ كان عليه يجاو في التليفون. لقاو شي قراب هنا عندي قرعه الماء. راه باغي يسكر اش من الماء. انا با هذاك الشيء اللي تشهيتي وانت الساقي. انا احس كنسينا لي كوبلي اصاحبي. انت ما كتفكر والو. غنديرو دابا ويه انا با الابداع. راك سكيري قديم راه زاد خاطر البياض قول حواله. تو دو دوزيام هادشي تاعكم. علاش اخويا كتسول؟ سيك وين ندوزو حنا في دوزين؟ وانت شوف شي ديك الصاط اللي لابس كومبلي سير عنده هضر معاه واجي نصور. واخا شكرا اخويا. الا وريتونا شي شونطيو مزيان نسمعوه. واخا.
يعني بلا ما تصور اصاحبي راه ما غيدوش هذاك الشيء. خاف عليك الدري انت من الصباح وانت فارع بالهضره صور اخذ مزيان يتعلم في الماتيريال ديال الدوله اطحن فلوس الدوله اطحن مولك الكلام راه في الحقيقه شي واحد سب ليه مرته. لا صاحبي ولا تخربط عليه انت اباتي خربق عليه شي انا مرتي تنبغيها تتبغيني متفقين غير وانا تنعيف شويه ما بغيش يكون شي واحد داز قبل مني راك عارف باي بنوح بشوي باجي بشوي تمارك بشوي عليك ابو اكسات اكاسك كيما اكاسك قبل ما نرجعوا الرباط اصاحبي نسخس خوان باتو هنا اللي بغيتي صافي ابا او مول كلابو جاتكم حركات 20 فبراير 20 فبراير شنو نقول لك بحال جنو البقر بحال الفلوانز الخنازير صافي الله يرحمك ما بقاش نعاود ثاني نستنى يلاه صافي سلام سلام انا شي بقيتي تابعنا تسرتنا مع المدار شمت فيه ريحه الشراب في التليفون شكون ولا حياه عندكم اصاحبي سمحينا الشابه ما هضرناش معك داك الشيء هذا مجوج فهمتي احسكا خذ راحتك بارك الله اول مره غنشد الكاميرا ديال الحسكا كيفاش كتشعلها حتى خدمتها راه شعلها فهمتي مزيان اصاحبي بنزين ترى جابا انا عندي واحد لابليكاسيون سميتها انفراسون نورك على هاد البوطونه كاع هاد الكلاب اللي كاينين في هاد السيكتور غادي يبداو نبعو نجرب ايه شوف Thank you.
قولوا لي ربيعة راشد العيد العربية، لكنه ارتفع بقوة في ليبيا بينما مسلسل الدري ما زال مستمرا في سوريا. لا رئاسة ولا الحياة، لا رئاسة ولا الحياة. ليش ما صرت فيه؟ بانو بنسمى ديك مشي بلاص. لا غير خليني هنا، انا راه مولف الدس. نوضر كاين تيزا. قول لي بغيت نسولك. ما عرفتيش شي واحد بلاصه سميتها سبيرانسا. ماشي كاري انا ذا. بغيتي نمشي نقلبوا على شي واحد تما. واش حنا غنبقاو ديما ضاربين؟ ماشي انا اللي قطعت. فين ساكنة راوية الله يرضي عليك؟ هادي 10 ايام وانا كنحلم بيك غير كترجع. وشحال صليت وشحال دعيت وطلبت الله يطلقك باش ترجع لينا شي شويه. ما عرفتيش فين غادي نلقى مرتي ولادي. اخر مره شفتهم نهار اللي داروا ليك العشاء ودفنوك. ما بغاوش يخليوني نحضر معاهم حيت قلت لهم انا صاحبتك. ما عرفتش علاش. اسمح لي على اخر مره جيتي عندي فيها. علاش؟ حيت بغيتيني وانا تمنات عليك. وحتى دابا الا بغيتيني انا مسامح ليك من زمان. بصح وفين الفنون؟ بقينا غير في الشهادة. خصني نمشي نقلب على مرتي وولادي. غير شوية حيد يديك أصحاب. صافي داكشي اللي بغينا خدينا، خليهم مع بعضياتهم. واش حنا غنبقاو واقفين هنا؟ غنبقاو بما تهوى المينيبوس من ريحة الماحية اللي خويتي فيه. هاد اللعبة بغات سميتها جيت باي، كطير وكتبقى تجمع الفلوس. هي دابا انت ربحتي بزاف ديال الفلوس. ورانا واش شامبيون دي موند. ولاش باقي ضيع مع هاد الجوج؟ عرفتو لكن ما تنساش راه عنده واحد ولدو بطل في السيكليزم. يلا انت عندك انفيس يلا وريني حنت يديك. تبارك الله عليك. واو عيالاتي كانوا صغارات وزوينات، دابا ولاو شقفات تيشبهوا الما. نقدروا نمشيو للشهداء نشوفوا قبري ونزوروا حتى الوالده تاعي. اها مزيانه هذه القضيه. فعلا شأن إيطاليا أيضا، فلننظر إلى جوهر الإصلاحات.
علاش جينا لهنا؟ باغي تنخربقوا. كيفاش كتخربق؟ انا ما عمرني زرت والديا وانا حي، علاش غادي نزورهم وانا ميت؟ خاصك تزورهم حيت والديك. منافقين، خرجوني من المدرسة ولا حلني اللوزين باش نجيب لهم الفلوس. ما تقولش عليهم هكذا، كيف ما كان الحال هما والديك وكيتسالوك الرحمة. عرفتي هذاك رشيد الدخان؟ لكن تنقرا انا وياه في قسم واحد، غير هو كمل وانا لا. مالو طفرو، ياك عطاي. انت احسن منه في خبارك، هو بيضق من البياضق. هذاك هو القبر ديال مو. لا صاحبي راه ديال هو. نخليه بوحدو شي شويه. واش حنا جينا نصوروا الفيلم ولا نبقاو حشمان؟ في الخطب قام بن علي ومبارك بإقالة الحكومة وتعيين غيرها، فما إن جاء الدور على العقيد معمر القذافي حتى تنذر الناس أنه سيسقط بعد الخطبة الثالثة. إلا أن القذافي وكما هو وصف لي واحد لدريس شكون هذا؟ صاحبي بوليسي. كتعرف واحد البلاصة سميتها الهراويين؟ هراويين؟ عندي فيها شي ارض تاع الوالدي. وخبارك هذيك الارض مضاربين عليها الورثه؟ الورثه ديالو؟ ديال من؟ بوب بوب على سلامتك با. غمتيتي غمتي ونهار جيتي غتصادع مع الورثه. سي الطود روا تلفتيها سول شي واحد راه يوريها. الله يحفظك خويا الله يحفظك. شكرا لا ما كاينش اخويا الله يحفظك بارك الله. عندك اي ودرنا الخيمة. ليتي مدة الخطابات، ففي حين لم تتجاوز خطب الرئيسين 13 دقيقة في العموم، وصلت إحدى خطب القذافي إلى 76 دقيقة. هي دي الأرض أبا. عياد. الرئيس السوري بشار الأسد يبدو متأكد. ولي هاتي إلى أنا ذا. كنت بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا فخطب خطبتين. إحداهما كانت 54 دقيقة. ولدي عندك. الأخرى 75 دقيقة. وكانت خطبة تقاطع التصفيق للمستمرين. هبط هذه الكاميرا هبط. اشيل النمرة ديال التليفون بعدا. هاد الارض ديال واحد البطل معروف في السيكليزم. هو وخوتو ما تفهموش باش يبيعوا الارض. ما عرفتيهمش فين ساكنين. شفتي ديك المرة اللي قدامك؟ من ايام كان التليفون فيه 9 النوامر. بقات القضيه هكذا. ايوا الا احتاجتي انا نحداك الله يجيب التيسير. با لقيت لك ولدك وبلا كود بيستو وبلا والو وغتشوف ولدك ومرتك على سلامتك. على سلامتك با. وبلا نعرف بلا والو. الله عليك يا. خاصك تبدل عليك هاد اللبسه عاوتاني غادي تشوف المدام ترقع شويه تنشوف مرتي ولادي لا خاصك تفركس شويه باش الا شافتك المدام ما يسكتش ليها القلب ويا خاصك تهلا في راسك با هانتوما شوفوا لها السيكي عليكم شوف فيها اي 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 انا السيدي واندر حيس بعدا هذيك وتا ما قداتكش تشوفوا شي حاجه اخرى لا 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 سيدي ما يقيش السيد خانز بريحه الشراب وفيه بحال ريحه الجيفه كيفاش ريحه الجيفه حسك اخويا تكلف حشومه الزيت تقولي لي الجيفه واش هادي فمره ديال الشراب هادي حنا راه الناس ديال العباده والدين ها انت الدين ها شتي
و 404 كيف ما شاتك تقفقيه فحيت غشوف المدام لا أفرق عليك الراجل فاللي يتصمم بالقدام واضح وش براجل خوري ولت معه وليدات اسمح لي إلا ما استنيتكش وخا كنت حاسة بلي ما متيش إلا بغيتي تقتلني هاك قتلني حنت أنا اللي خنت بك أنا اللي مشيت نشري هاد الرواية للحكيم
ونشري لك انت يا النوار باش نتصالح. سامر قولي لي نقدر نشوف ولادي؟ هذه شهادة الوفاة ديالك، هذا الشيء اللي بقى. سمحي لي أدبتي معايا بزاف. انت هو حكيم؟ ايه؟ على شكون انت؟ انا باك. هذا هو انت اللي ما كذبوش عليا. شكون هادو؟ هادوك صحابي جاوا معايا. عود عود، راه كنت كيتسناك لتحت. سلامة. يدير بخير. بخير. هذا هو بنا راجل موي خويا، الله يرحم بالوالدين. نطفي ديك الكاميرا وسير بحالك اخويا. مال ذلك ولدي، هادو راه صحابي وما غاديين فين. ولدي حكيم خاصنا نهضرو. نوض اخويا عبد الله احمد، نوض سيري. باش رجعتي لاش؟ ها؟ ياك مشيتي وخليتينا؟ خويتي بينا ياك؟ واش عرفتي شحال تكرفصنا؟ ها؟ ملي كنتي معانا تكرفصنا، وملي مشيتي تكرفصنا. شحال تكرفصتي على الوالدة مسكينة؟ كنتي يا وليدي عطاها غير الزو والطاسة والقرطاسة والباغيات. هذاك هو بوانا، هذاك هو اللي كبرني وقرالي. انت بلاصتك ماكي هنا في القبر. شاف رخصة بدلو حجر الله شايف. اش خليتي؟ ولد خويا شدو المخزن وانت تلقوك؟ علاش؟ الله علاش؟
والو. سير اخويا عطيني تسع الله يرحم والديك. سير ما بقيتش جاي، الله يجزيك بخير. هو هو اللي تكرفص عليا وقراني وكبرني. سير اخويا بحالك، الله يجزيك بخير. خلي ديك المرة مسكين. سير لونا ولا عطش في الكوميس عليه. عندك شي قارو وليدي؟ تكيف الوالد. اه جيت باك هذا. اه عرفتي اش خصك دير؟ خصك تمشي للمول الحانوت وتشري العيار باش تجمع بزاف ديال الفلوس وشري السلاح. عموني ما فكرت في هاد لاصوص. تنشوفك نتايا في التلفازة، انت مع هاد الناس هادو ديما تتبان في التلفازة. اه أنا فرحان لي شتك. با واجد خاصك شي حاجه. صافي با
انت اللي غتهضر بوحدك، قول اللي بغيتي، ما تبقاش ساكت كيف ديما، هضر. داكشي اللي قلنا. راني ما تورى صاحبي غادي تهلا فيك. معنا اليوم ضيف اللي فينا عمره في الدفاع على قضايا حقوق الانسان. ضيف اللي غيأكد ان المغرب نهج سياسة المصالحة مع هذه الشريحة إيمانا به على قدرته في التغيير. ضيفنا العزيز الآن في كلمة معكم. أنا من مواليد الدار البيضاء، تزدت سنة 1950، سميتي هي